C'est bien. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien, alhamdoulilah. Nous sommes tous bien, alhamdoulilah, bien, alhamdoulilah. Et je vous remercie pour la deuxième session de Rebh Al-Mal de l'internet, et surtout les gens qui sont dehors. Pour les étudiants, pour les gens qui sont travailleurs ou quelque chose, ou quelque chose, une façon simple, et beaucoup de gens ne savent pas, qui ne savent pas, qui peuvent faire ça facilement. Donc l'idée, c'est quoi? Chaque jour, كل اول جمعة في الشهر الشهر اللي داخل الناس هنايا في فرنسا ولا في اوروبا اون جينيرال تيحطوا دوك الحوايج اللي ما تيبقاو ما عندهم ما يديروا بهم في الدار دونك تيحطها برا وكيجيو نورمالمون واحد الكاميونات من بلديه من لاميغي ديال هذيك المدينه وتيجمعوهم تيمشيو يحقوهم ولا ما عرفتش كيديروا الفكره هي بلاص ما تسين دوك الناس يجيو يجمعوهم انت خرج ضرب دويره وشوف شنو يمكن انتريسيك وتعاود تطلعوا للدار وتقادو وتمسحو مزيان وتقادها وتعاود تحطو تبيعو تحط هنا في فرنسا مثلا كنحطو نبيعو في لو بونكو في المغرب عندكم افيتو عندكم بزاف ديال الحوايج المهم دونك هادشي اللي غادي نديرو هاد الصباح غادي نخرج هاد اليوم الجمعه لو 1 نوفمبر ولا نهار الشهر ودونك جاب الجمعه نيت غادي نخرجو نشوفو الناس شنو حطو هادي اللي كندير انا كل شهر تقريبا كنحاول نخرج منها واحد 200 حتى 300 يورو تقريبا من 300 ريال بالدرهم المغربيه وكيجيب الله التيسير دونك غادي نخرجو نشوفو شنو كاين لكن شي حاجه من ناخذ اليوم وغنوريكم كيفاش كيدوز كل شيء سوي لا vous avez pas le problème ça non non OK c'est bien. ما خسر فيها حتى شي حاجه خسر فيها الصباح كنخرج كنضرب دويره وكنطلع للدار بحالي صافي طرونكي وكنمشي للدار واحد معاكم باسكو صعيب الا كان عندك لي ميم بحال كبار صعيب تطلعوا من راسكم مي بون في سبيل الاموال ملي كتطلعو الدار ضروري يضربو مسيحة بجافير وهذا باش يبان نقي باش ملي يجي يشري الكليان يبان له زوين نتصور تاخد تصاورات زوينة ضروري نقي حتى نتخلي عندك في الدار متكونش فيه شي بكتيريا ولا شي حاجة باش يكاو تلقاو في الزنقة و تدير جافير هذا مسح ديك الغبرة كاملة هنايا مازال غادي نزيد نمسحو المهم هادي زوينة بزاف هادي هادي قليلة قليلة جو بونس نبيعها بخمسين اورو غادي تشوفو البلان لي فيها كتحل هكا كتحل من هاد الجهة ومن الجهة الأخرى ويمكن لك توقفها وريها العصاية اللي هنا من تحت توقفها هكا وتحطها دونك هادي نضرب لها مسيحة نصوره نصور هادشي كامل ونحطو في البونكو انا غنوريكم البونكو نشوف الاثمنة غادي نسميتو نمسحهم مزيان نصورهم ونحطهم في البونكو باش نشوفو الاثمنة تقريبا شحال غادي نحطوهم وصافي ديك الساعة غادي نزينو اللي غادي يجي يشريو دونك غنكمل الفيديو حتى يعيد لشي واحد ونوريكم بان فريمون سي فوزون تربح فلوس من والو مخرجش غير درت الدور على الحومة ديالي شوفو غتلقاو مسروق بلاكارات جداد ولا هدا دونك تيحطوهم في الزنقة اللي كيبغيهم كياخدهم وكاين الناس اللي كيديرو بحالي تيجمعوهم من شهر لشهر وتيعاودو يبيعوهم فهمتيني دونك سي فاسي كندير هكا 200 300 يورو باغ مو تقريبا واحد 3000 درهم هكا في الشهر يعني علاش لا يعني قلت لكم زعما نشارك معاكم الفكرة مزيانة فوالا هادشي اللي كاين بون فوالا لانونس يلاه حطيتها
وسبحان الله انت ربيتي بغي يسهل عليك يسهل عليك. عيطات لي واحد السيده و هي جوج دو كوان ساكنه غير حدايا هنايا. بون فوالا عجبتها عجبوها داك الشيء اللي حطيت انا حاطه ب 150 يورو. وقالت لي درت بخي نيغوسيابل باش تبع دغيا وقالت لي واش نقدر نعطيك 120. قلت لها اوكي سا ديرونج با بحال 120 بحال 150 دونك. قلت لها انا شو ديسبونيبل هنايا في توت لا جورني لان اليوم راه عندنا فيها غير ما خدامينش دونك انا غنكون غير في الدار. قالت لي اسكو فوز ديسبونيبل ديسي اون اور. قلت لها با بروبليم صافي دونك دابا شويه نورمال غدوز غير لا صورت عليك قلت لها قربت دونك غادي ندوز غادي نفيدني لكم غير بالتخبيه غنعطيها المسائل غنشد فليساتي ونمشيو نديرو لا فيستا. المهم فوالا هاهي لانونس رابيد نوريكم داكشي اللي صورت حطيتها طف على طابل تي راه زوين منين بتي ديسكريبسيون رابيد لو بري لعيبات فوالا. انا كندير اليكس هنا يمكن درت سميتي باش دغيا تي ملي كيشوفو شي محمد ولا شي حاجه ما كيشوفوش. دونك فوالا هاد اللعيبات اللي خصكم تلعبو عليهم فهمتيني كتماركيتي راسك كتبيع راسك هادشي اللي كاين. دونك فوالا دونك غادي دابا شويه غنصور لكم كلشي خليكم معايا. بون هاهي رجعت جاي مع راجلها دونك غنحاول نحط الكاميرا شي بلان ما تبانش ونحاول نبقى شاده غير في يدي. La copine d'Adrien. Pour les meubles, c'est ça? Meubles, oui. Ok, d'accord. Ouais, c'est les mêmes. T'es propre. Il y a mon mari, il est en train de se garer. Ok, oui, parce que c'est un petit peu lourd pour vous. Oui, ouais. C'est lourd un peu. Ok. C'est là? Oui, c'est là. Donc, elle est pliable des deux côtés. Et voilà, tout marche nickel. Vous avez un petit coin ici pour les rangements. Et vous pouvez mettre des, je sais pas, des paquets d'eau, des paquets de lait. Je sais pas si c'est le ouais. Non. Je non, pense à un 2, ça va. Un 2, ça va, ouais. Un 2, ça va. Ok, okay. Bien 120. Ouais, c'est bien. T'es 150, mais bon, hein. Vous avez négocié. C'est pas grave. Merci beaucoup. Okay. Et c'était rapide en plus, du coup. Ouais, vous habitez du temps là-bas ou comment ça se passe? Oui, c'est juste à côté de Super U. Oh, ok, d'accord. Ouais, c'est pas loin. Côté. Ok, ok. Kima, je suis chouïa de Tamara, mais alhamdoulilah, voilà, 120 euros, تقريبا 1500 درهم. ضربناها تقريبا في صباح واحد. دونك خرجت درت على الحومه كامله نشوف شنو فيها. بان لي دو بلاكار وطبله. اللي كنصحكم هو دائما يكون معاكم شي واحد باش يعاونكم الا كانت شي حاجه ثقيله. شي مرات كطيح شي حوايج ثقال دونك تيخص ضروري اللي يعاونك في الهزان. فوالا انا لقيت واحد السيد كان غير هنايا من العماره عاوني باش نطلع داك الشيء. حتى ربي سهل الحمد لله دغيا في نهارها بعنا هذا الشيء. كاين شي مرات كتبقى عندك 3 ايام 4 ايام مي دغيا داك الشيء كيتشاف لان تيكون الترافيك بزاف داك الشيء ديال افيتور وبون كوا. دونك حطيت لامونس كيما وريتكم قبيلات ورا الزويورين قادي داكشي مزيان ستيكيت عليه باش الاسم يتشجع. جات السيده شافت داكشي عجبها هي بيان سور غاتنوض تعاود تقادو هذا على حسابها وديزانفيكتي وداك التخربيق. دونك فوالا عجباتها انا كنت حاطه ب 150 يورو كيما شفت لامونس. نيغوسات معايا حيت لها 30 يورو دونك عطاتني 120 يورو. فوالا الحمد لله اللي جا من هادشي اللي زوين فيه سي ان كوميرس اللي ما عندكش فيه دي شارج. دونك تتمشي تتخرج درنا شويه السبور وطلعنا في حالاتنا خدينا 120 يورو يعني ما خسرتي فيها والو. عندك فهمتيني مارج نت ديالك ما خسر فيها حتى شي حاجه. تقريبا عندك النهار الاول في الشهر وتا الثاني. المهم ديك الثلاث ايام الاولى تيكون الناس تيحطوا. وحاولوا اذا كانت عندكم مثلا شي كاميو ناري دخلت لي شي حاجه فنيه. حاولوا مثلا الا بغيتو فريمون ديروا فلوس بزاف في هذا الشيء سي كو يكون عندكم كاميو ولا شي صاحبكم عنده طوموبيل وتمشيو لي كارتي اللي فيهم الناس لاباس عليهم. حيت مثلا حنا في باريس غنمشي مثلا ل 13 اغونديسمون غنمشي ل 2 اغونديسمون غتشوف داكشي شنو اللي كاين تما. سيغمون الناس غيكونوا تيحطوا شي حوايج نقيين فهمتيني وداكشي غيكون زوين وعنده لا فالور ديالو كبيره. ونمشي بالطوموبيل تما فوالا. دونك هذه نصيحه خرجوا للبلايص اللي تكون فيهم لي كارتي الناس ساكنين فيهم لاباس عليهم تيكون داكشي عنده زعما فيه لا فالور اكثر وعندك عندك لو شوا. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ما تنساش تبارطاجيها مع صاحبك ولا صاحبتك. تخلي لها كومونتير الا كان عندك دي كيسيون. لايكي لا فيديو راه كنقولها لكم دائما الحاجه الوحيده اللي كتشجعني وتخليني باش نكمل هي داك لي لايك والكومونتير ديالك والبارطاج ديالك. كنطلب منك لا فلوس حتى شي حاجه هادشي كنبارطاجي معاكم يعني شي حوايج فريمون شخصيا هادشي ما نبغيش نوريه غير نقدر نشوف بنادم يقول لك شوف كيدير كذا وهذا ولكن انا ما كنتسوقش يعني اي حاجه ممكن تفيدكم تنوريها لكم ما كنديهاش في الهضره ديال الناس. اي حاجه فيها ممكن لكم تربحوا فيها وممكن انا نربح فيها تنديرها ما فيها حتى شي عيب ما كنسرق ما حتى شي حاجه ونخدم ماشي عيب لكن تنزق ماشي عيب. دونك خاصك تكون انتيليجون. دونك حصيله الامر 120 اورو في صباح واحد شي اللي كاين. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو بروشين. تشاو.
of keeping you.